رحب بحضراتكم في الفقرة الأخيرة، وزي ما احنا شفنا وتابعنا امبارح حققنا مكسب مهم جدا طبعا على انبي وحصدنا الثلاث نقاط. خلاص عندنا لسه ماتشات مهمة في الدوري، عندنا لسه طبعا ماتش يعني خلينا نقول ايه ماتش بطولة بإذن الله خلاص يعني أمام الوداد المغربي، وناس كتيرة من دلوقتي بتتكلم عن الماتش وبتحلل ازاي الرؤية هتكون وهل هي 50-50 ولا الأهلي يعني كفته أرجح ولا لا بالعكس الولاد هيجي زي ما تقال عدل ينتقم، مش عارفة عدل ينتقم ليه ناس كاتبة مانشيتات زي دي. على كل حال هنتكلم في كل ده وهنتطرق كمان هنتطرق للدوريات الاوروبيه المختلفه، بس خلينا نرحب بضيفنا العزيز جدا الاستاذ سامح سمير الناقد الرياضي. بونجور قوي. بونجور. بونجور عليكي وعلى استاذ كريم. صباح الفل واهلا بيك. صباح الفل. عدل ينتقم فعلا ولا مش للدرجه دي؟ لا خلينا نقول موضوع كبر قوي. بص انا قبل الفاصل طبعا كنا بنتكلم مع بعض، انا رهنتكم هنا يوم مباراه الاهلي وصن داونز، كنت طبعا صاحيه الصبح وكانت ساعتها زعلانه وكان في حاله غضب منك انت كمان يا كريم ان الاهلي ازاي بيقدم هذا المستوى امام صن داونز، وكان في حاله حداد على جماهير مصر مش الاهلي بس، الاهلي بيمثل مصر في هذه البطوله آله عزيزه جدا علينا. صحيح. فكانت حاله حداد غير طبيعيه، قلت لكم ان الاهلي هيصل للنهائي ورهنتكم ان ده نفس سيناريو الموسم الماضي، نفس قصه وحدوته الاهلي وصن داونز، وقلت لكم ان شاء الله هنيجي وهنحتفل ان الاهلي وصل للنهائي بعد ما يخرج ان شاء الله من عنق الزجاجه، وشاءت الاقدار والحمد لله. بقول للجماهير الف مبروك. طب بقيه الزجاجه بقى رؤيتك ليها ايه؟ الزجاجه صعبه جدا، صعبه جدا طبعا. اللي عندك خصم عنيد، بص معنى ان كنتوا تصلوا لنهائي افريقيا فده معناه انك قدام افضل فريقين في القاره، خلاص الاهلي والوداد افضل فريقين، الحظوظ متساويه تماما 50% 50%، خلونا منطقيين، خلونا ما نفرطش في السعاده والفرحه، انت لسه عندك مباراه من شوطين ذهاب وعوده، والعوده هناك في المغرب نفس السيناريو بيتكرر بنسخه بالكربون يا حبيبي بالكربون زي السنه اللي فاتت بالظبط. طبعا قلت لكم الاهلي هيخرج من عنق الزجاجه، الحمد لله ده حصل، نفس السيناريو بيتكرر وامام نفس الخصم العنيد وهو الوداد المغربي. طبعا الكره المغربيه تطورت تماما السنوات الاخيره، شفنا ده في كاس العالم اللي شرفت فيه المغرب افريقيا والكره العربيه امام العالم كله، فبالطبع الوداد بيتطور، بالطبع النهائي صعب جدا، الفريق اللي قدر ان هو يقهر صن داونز العنيد، صن داونز المحترم، صن داونز اللي بلغه الكوره كده يعني رخم بلغه الكوره ان هو صعب جدا انك انت تتغلب عليه، فكونه يصل لهذا المستوى ويقدر ان هو يقهر صن داونز فطبعا شابوه، تحيه للوداد المغربي والجماهير المغربيه، بالطبع اشقاء في النهايه النهائي عربي في النهايه النهائي افريقي محترم ما بين عملاقين الاهلي والوداد، نتمنى ان شاء الله ان الاهلي يرد الاعتبار، بلاش نقول الثار، الناس بتزعل والناس بتستغل هذه الكلمات ويجيبوها فينا احنا كاعلاميين، احنا اللي بنقول الثار وبنقول لا لا بالعكس، ده اللي بيبقى متداول على صفحات المواقع المختلفه، العقلاء فاهمين يعني ايه الثار، لما حضرتك تفضلت وقلت الثار طبيعي بلغه الكوره كلمه عاديه جدا، ولكن الناس بقى بتتلكك بقى خلاص، فخلينا نقول رد الاعتبار ان شاء الله، الاهلي يستحق ويستطيع رد اعتباره في المغرب امام افريقيا كلها باذن الله. صحيح، ويمكن ده من افضل كمان المواسم للنادي الاهلي تركيزا وزي ما بتقال بدنيا وفنيا وذهنيا، فرغم الضغوطات الموجوده المتكرره كل موسم بس احنا بنشوف تالق فعلا، وكولر نجح مش بس فنيا، بصراحه الشق النفسي كمان شايفين اللعيبه في افضل حالاتهم كلهم، يعني ممكن كده مع مديرين فنيين مختلفين تلاقي ان لاعب اتنين مستواه متحسن، لكن فكره ان السكواد بتاعك كله بجد بيتطور اعتقد ده انجاز كبير جدا محققه كولر مع النادي الاهلي. يعني لا كمان كمان عايز اتكلم في حاجه مهمه جدا، ويا ريت الساده اللي تفضلوا وهاجموا النادي الاهلي خلال الفتره الاخيره يسمعونا ويشوفوا نتائج الاهلي، اللي انا طلعت وراهنت وقلت ان كل من انتقد الاهلي خلال فتره خلينا نقول ترنحه تذبذب المستوى لنجوم النادي الاهلي، تراجع الاداء في بعض المباريات وليست كل المباريات، الكل شال ايده، بعض ابناء النادي الاهلي خرجوا وهاجموا النادي الاهلي، والبعض تطاول بعض الشيء على مستوى النادي الاهلي، لكن اللي وقفوا جنب النادي الاهلي اللي عندهم ايمان بروح الفانيله الحمراء وتاريخ هذا النادي اللي دولابه مليان بطولات، هذا الايمان طوق في الاخر بانك انت وصلت للنهائي بعد ما كنت خلاص
الكل عايز يشمت فيك، الكل عايز يتكلم على الاقل. لا مش الكل، هو مجموعه كده احنا عارفينهم. مجموعه كده خلاص. اعتقد ان هم زي ما حاولوا يركبوا الترند بان هم يهاجموا، اعتقد ان هم هيجوا تاني بالهجوم على الاهلي، يركبوا الترند. اعتقد ان هم النهارده هيركبوه تاني بان هم يقفوا جنب الاهلي ويسقفوا له. اقول لك على حاجه استاذ سامح، استكمالا لكلام حضرتك ده، طبعا يعني القصه كلها في الاول وفي الاخر ما فيش نادي في العالم لا يتعثر، يعني اكبر انديه اوروبا لا يعني بتتعثر. فالنادي الاهلي اذا بيتعثر موسم حتى كامل، ما هو الموسم اللي بعديه بيرد على طول، يعني سرعان ما بيقف تاني على رجليه. ده مش كلامنا ولا شعاراتنا ولا احنا عمالين نجامل، ولغه الارقام هي اللي بتقول كده. فيعني لا اللي عايز يقول حاجه يقولها. خلينا يعني عشان نبقى ختمنا كلامنا في القصه ديت، قصتك مش انك انت اهلاوي او زملكاوي او محلاوي، قصه انك انت بتقف وراء او خلف فريق بيمثلك في دوري ابطال افريقيا امام العالم كله، مش امام افريقيا فقط. دي بقى دي ناقصانا بقى التفصيل. ناقصانا دي مش موجوده يعني عند البعض، مش عايز اقول الكل طبعا، في جماهير محترمه، في جماهير بتفهم، في جماهير ذواقه بكل ما تحمله الكلمه من معنى، وعارفه يعني ايه ان الاهلي بيمثلك في دوري ابطال افريقيا وهيروح كاس العالم للانديه يرفع اسم مصر وعلى مصر. بس ما منعش ان انت في بعض الاحيان وتشوف حتى من خلال فيديوهات لبعض جماهير الفرق المنافسه لما يبقى فريقها مش بيشارك في البطوله، والاهلي مثلا عنده ماتش مهم او ماتش فاينل في البطوله دي وهيلاعب الفريق اكس او واي او زاد، عندهم استعداد يشجعوا الفريق اكس او واي او زاد. البعض يعني برضه نقول البعض، خلونا احنا نقول البعض، لان فعلا احنا جماهيرنا محترمه، جماهيرنا بتفهم انك انت ما يصحش النهارده، غير مقبول تماما انك انت يكون الاهلي او الزمالك، اتكلم عن اي نادي في مصر رايح يمثل بلدك في دوري ابطال افريقيا او في الكونفدراليه وبيستعد كاس عالم الانديه وانت تهاجمه، انت تقف انك انت تشجع الخصم ايا كان اسمه. انت ممكن يعني تشجع خصم، انا مش انا عندي ما تشجعش حد احسن، ما تشجعش افضل، لكن انك يعني انت تدخل عشان تبقى عايز تهد فريق عشان مصلحه شخصيه غير مقبوله تماما، طبعا ده مش طبيعي. برضو ده ياخدنا عارف لتفصيله من ضمن يعني حاجه تتقال عليها مصيبه استجدت في حياتنا وبشكل عام وفي الرياضه بصفه خاصه والله وفي الفن كمان، فكره ركوب الترند وفكره الترند في حد ذاته خلى ناس عندها استعداد تطلع تعمل فيديوهات تقول اي كلام مهما كان هيبقى له انعكاسات تعيسه، ممكن يزرع ضغينه او يعني ده في ناس بتقول حاجات بتقوم حروب. لا حضرتك خدت بالك من الجمله اللي انا قلتها؟ هوس الترند ده خلى البعض يخرج يهاجم النادي الاهلي في تعثره عشان لاجل الترند. النهارده هو هيخرج يسقف للنادي الاهلي ان شاء الله بعد النهائي، هو سقفه بمناسبه بعد ما وصل للدور الثاني وقبل النهائي عشان برضه يركب الترند، فطبعا كارثه يعني بكل المقاييس الترند. يلا اتس اوكي اتس اوكي بالظبط، نركز احنا خدونا في شغلنا. بص بقى مسيو سامح، احنا عندنا دلوقتي طلائع الجيش وعندنا سيراميكا ولازم نركز جدا، وفي نفس الوقت البعض وتقولي رايك يعني بيتكلم في قصه اهميه التدوير هنا، يعني مارسيل كولر لازم يعمل عمليه روتيشن بقى لان الفتره اللي جايه مضغوطه جدا، ولازم يعني ماتشات مش هقول لك وجب ان هي تكسب، بس يعني الافضل بكتير ان احنا ما نضيعش مننا اي نقاط. فهل انت برضو مع فكره الروتيشن ده هيبقى مهم جدا الفتره الجايه، عدم التثبيت على تشكيل معين؟ بص خلينا نقول لك على حاجه نتفق عليها، هو اوريدي حاصل يعني فكره الروتيشن شويه بس عشان اصابات. صحيح، هو كولر من المدربين الشاطرين الواعيين اللي عنده عين حلوه جدا في الملعب، بيقدر يشوف. هو امبارح عجبني جدا في المؤتمر الصحفي قال انا ما عنديش حاجه اسمها لاعب على الدكه ولاعب اساسي. أيوة. ما عنديش فكره مين يشيل الشاره شرط الكابتن، ما يعني ما تيجوا انتوا بقى تدوروا الفريق مكاني. الراجل كان خلاص ناقص يقول كده، الراجل بيتعامل مع الفريق بكامل طاقته، الافضل بيلعب واللي موجود اللي على الدكه زي اللي في التشكيله الاساسيه، اللي هيقدم صح هو ده اللي هيلعب. دي سياسه مارسيل كولر، ده اللي بيخليه يعتمد على كافه اللاعبين. صحيح، ما بيسمعش للانتقادات، ما بيسمعش لوسائل الاعلام، هو بيشوف قدامه مين انسب 11 لاعب يدخلوا في الفورمه. طب انتقادات كتيره جدا طالت محمد شريف وطالت احمد عبد القادر الاثنين امبارح في منطقه تألق، لسه بنتكلم هو احمد بص بيقول لهم يعني انا مش ناسي اللي بتقولوا عليا، انا مش ناسي الانتقادات او فكروا فيها تاني بالظبط كده وتمشي. فالراجل لا طبعا احمد عبد القادر باين حتى في احتفاله ما كانش سعيد قوي. طبعا احمد عبد القادر نفسه ان هو يبتدي التشكيله الاساسيه، نفسه يبتدي مع النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا والدوري المحلي ان هو يكون في اول او على راس التشكيله الاساسيه، وجوده على دكه البدلاء بيزعله وبيوتره حاله كحال اي لاعب مجتهد. طبعا امبارح احمد عبد القادر حاول مره واثنين وثلاثه، لان ساعات بيتهم بالفرديه، ساعات بيتهم ان هو مش بيزيد قوي في اللعب الجماعي في الناحيه الهجوميه، لكن الراجل امبارح دايما تهمه بتطال معظم اللعيبه المهاريه، دي حقيقه. أي هو عايز يعبر زياده يتقال لك ده اناني او مش يعني من زمان بتتقال. هو بيبقى عايز الراجل يعبر عن نفسه وعايز يخدم فرقته. امبارح احمد
عبد القادر طبعا اضاع بعض الفرص، ولكن الراجل قدم بشكل لائق بالشكل المطلوب، احرز هدف ولا احلى. كمان محمد شريف امبارح اتكلم عن محمد شريف حدث ولا حرج. انا ضد انك تقول شريف المخيف، ضد الالقاب، ولكن لما لاعب يستحقها ولما لا. امبارح محمد شريف بيرجع للمباراه الرابعه على التوالي بيسجل في الدوري الممتاز. امبارح محمد شريف بيصل للهدف رقم 9 ان هو يبقى هداف الفريق في الدوري الممتاز لهذا الموسم، ده رقم كويس جدا. لما الناس تطالب ان محمد شريف يمشي، الناس تقول ان الاهلي محتاج، الاهلي محتاج مهاجم سوبر، محتاج الى جانب شريف والى جانب كهربا، ولكن بالامكانيات المتاحه لمارسيل كولر هو قادر يلعب بنجم الشباك كهربا، وقادر يرجع محمد شريف تاني للنجوميه على الشباك من جديد. امبارح انا فرحان بيه. رجعنا للنقطه اللي نهاوند كانت بتكلمك فيها من شويه، فكره ان فعلا السكواد كله بتحسه فايق بشكل ملحوظ، مش مجرد حالات فرديه. لا هو الاول عيننا بتروح مثلا لحسين الشحات، مصحصح الفتره دي، عيننا بتروح لبيرسي تاو مصحصح الفتره، لكن صحيح كلامه مظبوط فعلا. وعارف يا كريم متعلق. كمان كنت تشوف تالق في مباراه 2 وبعد كده تلاقي الاداء اقل في مباراه بعدها او مباراتين، لكن حاليا بنشوف الحمد لله تالق للعيبه بنسبه 90% ثبات في المستوى طبعا. ودي نقطه برضو تحسب لكولر بصراحه. طبعا هو كولر عامل حاله هايبر في النادي الاهلي. كولر جاي الاهلي في مستشفى اصابات، في تراجع شويه في النتائج، مطالب بدوري ابطال افريقيا، مطالب يعالج جراح الدوري الممتاز اللي ضاع لموسمين، مطالب يكسب سوبر، مطالب يكسب الكاس. كان محطوط قدام قصه وحكايه وحدوته. فازاي الراجل يرجع اللاعبين دول ان هم يعيدوا ترتيب اوراقهم في الاهلي؟ ازاي يرجع قفشه يفوقه؟ ازاي يمسك محمد شريف يقول له انت مهاجم النادي الاهلي، اعرف قيمه التيشيرت اللي انت لابسه؟ ازاي يخلي كهربا نجم الشباك في وسط كل الازمات اللي بتحيط بهذا اللاعب؟ ازاي يرد على كل المنتقدين لبيرسي تاو؟ انا اول واحد وقفت كان بيرسي تاو بالمناسبه، الكل كان بيقول لي ازاي يعني يا سامح تتكلم عن بيرسي تاو ان هو هيبقى جناح طائر ممتاز؟ قلت لهم هذا اللاعب كجناح طائر هو من الممكن ان هو يفشل كراس حرب، انا وجهه نظري ان هو لا يستطيع لعب كراس حرب صريح ويكون سوبر، ولكن هو جناح طائر بيقدر يزيد في ناحية الهجوميه بشكل محترم جداً. لما الولد خرج من اصاباته، لما فاق شويه، لما بدا يلعب مع كهربا بدا يزيد في الناحيه الهجوميه، بدا يلعب التيكي تاكا ويسلم ويتسلم ويلعب، بقى بيحرز اهداف اللي هو كان نفسه فيه حصل، وتالق ويصنع لكهربا ثلاثيه امام القطن الكاميروني مباراه عنق الزجاجه قبل المباراه امام الهلال هنا في القاهره. فكولر عمل حاله هايبر، خلى الكل في تنافس، الكل عايز يبقى ما هي الهايبره دي برضه من ضمن العناصر اللي ساعدت على ان الاهلي دلوقتي متصدر الترتيب في الدوري. بالمناسبه النسخه دي من الدوري المحلي شايفها يعني حجم التنافسيه فيها واصله لفين؟ لا طبعا هي نسخه استثنائيه بكل ما تحمله الكلمه من معنى. في فرق في الدوري لفتت الانظار بشكل محترم جدا. خلونا نبقى روحنا رياضيه زي ما انتم دايما يا فندم طبعا يعني بتبهرونا بحته التواضع وحته الموضوعيه وحته انك انت تتكلم عن الفرق بمنتهى الشياكه والاحترام. نتمنى ان الكل يتكلم بهذا المنطق. النهارده لما تيجي تشوف بيراميدز ليه قوي جدا في الدوري المصري، تشوف فيوتشر تجربه هايله جدا وتحترم. بس احنا بنتكلم لغه ارقام، احنا مش بنجامل، انت بتتكلم لغه واقعيه، لغه ارقام، الكلام ده مظبوط. انت بتتكلم بواقع بلغه ارقام. لما تقول ان الاهلي تيجي تتكلم على الاهلي افضل نادي في مصر تتكلم بارقام بالزبط. تيجي تتكلم النهارده على بيراميدز قدم واحده من افضل مبارياته امام الاهلي في السوبر، انت عملت سوبر محترم جدا، انت نجحت امام العالم. مش عايز اقول اكتر من ده، لكن فعلا بيراميدز قدم مباراه ولا احلى. نهائي كاس مصر مباراه ولا احلى ما بين الاهلي وبيراميدز انتهت بركلات الترجيح. لا انت عندك قصص وحواديت. الدوري المصري السنه دي عندك تجربه فيوتشر هايله، تجربه بيراميدز هايله، الزمالك بيعافر طبعا الراجل ان هو يصل او يدخل المربع الذهبي يلحق دوري ابطال او يلحق كونفدراليه، ان المقاولين بيسابقه وعنده قصه وحدوته. بس في المقابل عندك اسماء كلاسيكيه طبعا ما بقاش ليها نفس الثقل والزخم بتاع زمان. طبعا طبعا انا يعني من غير ما نسمي، بس انت اكيد لا فاهم. وليه طبعا نتمنى الاسماعيلي يفوق من كبوته ويصحى، نادي جماهيري كبير جدا طبعاً. جدا والمصري الاتحاد السكندري لا لا طبعاً. عندك طبعا طبعا عندك اسماء كبيره جدا ستظل موجودة في الدوري الممتاز وهتبقى إن شاء الله ليها شأن في المواسم اللي جاية. نرجع تاني للأهلي امبارح. ماتش السوبر اللي كنت ده ماتش السوبر طبعا أنا الإعداد والإخراج بقى نشكر الاثنين مع بعض إن إحنا بنتكلم الكلام طبعا قدامنا على الشاشة. الأهلي كان هايل جدا، لما تيجي تبص هتفتكر آدي بيرسي تاو اللي بنتكلم عليه، آدي بيراميدز اللي قدم مباراة ولا أحلى في السوبر أمام الأهلي طليق باسم السوبر المصري أمام العالم كله في الإمارات، وأنت بتوري الناس كلها مين هو الأهلي ومين هو بيراميدز بهذا الشكل. فطبعا الاهلي بكامل نجومه من كاس عالم الانديه، يعني حسين الشحات اللي بيستعيد بريقه مع النادي الاهلي، بيرسي تاو اللي بيستعيد توازنه مع الاهلي، محمد شريف هو قدامنا على الشاشه اللي بيستعيد اسمه من جديد مع النادي الاهلي بعد ما طالته العديد من الانتقادات. فانا شايف ان الاهلي دلوقتي
يا رب بس يبعد عنه الاصابات، لانه كلنا خلف الاهلي في دوري ابطال افريقيا. كل مصر بالمناسبه انا بقول للجمهور تاني، الجمهور يصحى اصحى صحصح فوق الاهلي في دوري ابطال افريقيا عشان يروح يرفع اسم مصر في كاس العالم للانديه. نروح لاوروبا شويه ولا عايز نفضل هنا؟ زي ما انت عايزه. لا نروح اوروبا حتى نغير جو، تعالي خدينا خدينا نروح شويه نسافر اوروبا شويه. يعني مان سيتي. لا ده مان سيتي ده حدوته. مان سيتي هل كنت متوقع فوزه؟ طبعا. طبعا. بس الناس كانت قايله لك برضو يعني انتر ميلان ممكن يفاجئك، لان هو كان عارف كورته الموسم ده مش متوقعه، ماتش تقول لا مش هيفوز نسبته او يعني فرصه قليله تلاقيه هو اللي فاز وفاز بتالق والعكس صحيح. لا بص اقول لك على حاجه برضو، الناس كانت بتعاند شويه في حته انت شايف ان مانشستر سيتي هيقهر ريال مدريد؟ قلت لهم ده كمان هيصل لمرحله الاهانه، هو هان ريال مدريد بالحقيقة. لا توقعاتك صح بقى مسيو سامح، لان انا قلت ريال بعد مباراه الذهاب امام ريال مدريد مانشستر سيتي غير تماما، احبط كل معنويات ريال مدريد، احبط جماهير ريال مدريد، راح يتعادل 1-1 ويعمل مباراه ولا احلى. جوارديولا لا ده فيلسوف يا جماعه، لا ده مشروع غير طبيعي بيب جوارديولا في مانشستر سيتي. والحقيقه عشان يصل في الدوريات الاوروبيه بشكل عام زي ما في نجوميه استثنائيه لفرق بعينها، في كمان نجوميه استثنائيه لمدراء فنيين بعينهم. لما تقول انشيلوتي وجوارديولا يعني ما يقلوش في جاذبيتهم عن لما تشوف عن نجوم اللعب. انت بتفرح بجوارديولا وانت شايف انشيلوتي طبعا بلغه الملعب كده بيشد في شعره مش مصدق اللي بيحصل، انا مغلوب 4 من السيتي، ايه الحكايه؟ انا جاي عشان اهزر في نص النهائي في دوري ابطال اوروبا. الراجل لما يعني زي ما بنقول كده بالاربعه يا حبيبي بالاربعه، انا طلعت بيها مانشيت طبعا عندي كتبت المانشيت كده بالاربعه، بالاربعه يا حبيبي بالاربعه. لا كان لازم تحتفل بجوارديولا، كان لازم تنبسط باداء مانشستر سيتي، كان لازم تقول هارد لاك ريال مدريد اللي فرض طبعا في الفرصه، لان مانشستر سيتي فرض نفسه عليه، جوارديولا فرض نفسه على انشيلوتي. مؤخرا الحقيقه مانشستر سيتي يعني الفريق ككل متغول على ايا كان الخصم. انت جوارديولا بادئ المشروع ده من 2016 2017 لما جه السيتي وكلفهم اول ما جه فيما يقرب من 230 مليون يورو. النهارده حجم صفقات مانشستر سيتي في عهد هذا الرجل ما يقرب من 700 مليون يورو. الرجل ده في عهده بس مع برشلونه ومع بايرن ميونخ ومع حاليا مانشستر سيتي واصل لما يقرب من مليار دولار صفقات. راجل مشروع غير طبيعي جوارديولا طبعا، فيلسوف مؤسسه خطه وده واضح. فالسيتي طبعا ممهد له تماما قدامنا برضو تاني حبيبك اهو. طبعا مش انتيمك. طب بالزبه خدي فكره بنفسك. لا لا طبعا لا ده كائن مخيف مش كده برضو. قصه ثانيه ده هو بيفكرني بفيلم تروي، فاكر فيلم تروي كانوا المصارعين عليه؟ طبعا مش طبيعي. لا هالاند كائن غير طبيعي. طبعا مخلوق جبار غير طبيعي تماما. متوقع له مستقبل كبير. طبعا انا اعتقد ده مش هيسيب اي لقب غير لما ياخد الدوري الانجليزي. لا طبعا هالاند يا جماعه مشروع غير طبيعي، ولما جوارديولا اداله الفرصه ان هو يزيح الستار عن اسم هالاند ويزيح الستار على عن امكانياته، قدر ان هو يصل بمانشستر سيتي لهذه طبعًا النتائج لهذه البطولات بنفسه يبقى هداف الدوري. يعني خلاص طبعًا خلاص انت النهارده بتحسم الدوري الانجليزي، انت النهارده بتحسم دوري ابطال اوروبا، انت النهارده طريق مفروش بالورود. مش عايز طبعا استهين بالخصم انتر ميلان في المباراه النهائيه امام السيتي، ولكن الطريق فعلا طبعا الكره الايطاليه تطورت بشكل هائل الفتره الاخيره، لكن الطريق طبعا مفروش بالورود للسيتي يستحق. بس واقفه عند ايرلينج هالاند عند تفصيله ان هو مصنوع مش انه فطره، انها صناعه وليست فطره. واخذا في الاعتبار كمان الناس ابتدت بقى تجيب صوره زمان وصوره دلوقتي، جسمه زمان كان عامل ازاي ودلوقتي بقى عامل ازاي، يعني الناس تابعت مراحل التطور اللي هو مر بيها. طب هو كل تطور كبير كل لعيبه. لا الكره طبعا الكره كلها صناعه، الكره في عصر الاحتراف اللي بقاله اخر 10 15 سنه اصبح هناك صناعه، صناعه اللاعب قبل ما تعمل صناعه الفريق، انك بتيجي تتفلسف. لما اتكلمنا عن جوارديولا هو جايب فلسفه وجايب مشروع زي تشافي مع برشلونه، هو بيحاول بنفس القصه ان هو يعمل، والاثنين اسبانيين فنفس القصه. فدلوقتي هالاند اصبح مشروع داخل الدوري الانجليزي، اصبح مشروع لجوارديولا، اصبح مشروع لمانشستر سيتي، هيحطم كل الارقام القياسيه حقه، كل المواصفات البدنيه والذهنيه والخاصه باللياقه البدنيه والمهاريه داخل الملعب تؤهل هذا الرجل ان هو يطيح بكافه الاسماء، ان هو يزيح الستار عن امكانياته، ان هو يصل لكافه الارقام القياسيه، ده طبيعي. صحيح. بص بقى انا عايز اروح للدوري الالماني، بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ،
وهيمنه بايرن ميونخ في 10 مواسم سابقه طبعا على اللقب. وفكره دلوقتي، وعلى فكره ده في حد ذاته شويه ملل، يعني البعض بيشوف ان ده طبعا يعني جماهير بايرن ميونخ هيبقوا سعداء بده، بس كدوري الماني والقوه اللي هو فيها بتهيألي حلو يبقى فيه روتيشن، حلو يبقى فيه منافسه. فالتالق اللي فيه بروسيا دورتموند دلوقتي برضو، هل احنا هنستمر هنشوفه معانا ولا هي ضربه حظ كده وخلاص؟ ويا ريت تقول اجابتك في حدود دقيقتين، لان خلاص هما دقيقتين فاضلين على نهايه حلقتنا. لا خلاص، هو طبعا مش حظ تماما. شايفين الصراع فرق نقطتين ما بين بروسيا وبايرن ميونخ، نفسه طويل تماما، ما قدرش يعمل او قدر يعمل اللي ما عملوش ارسنال في الدوري الانجليزي لحد اخر نفس. بيصارع بايرن ميونخ، فارق نقطتين، بيستعدوا ب 200 الف متفرج عشان خاطر خلاص بقى اهو يعني ملعب الرعب هيبقى المباراه النهائيه، مباراه سهله تماما. اهو ما خلاص شايفين ان هم حسموا الدوري الالماني، جهد تعب عرق طول موسم طويل جدا امام عملاق اسمه بايرن ميونخ مهيمن على الدوري الالماني. فطبعا تحيه وتقدير لبروسيا دورتموند، يستحق الدوري الالماني هذا الموسم، يستحق دوري ابطال اوروبا كالعاده، وهتشوفوا دورتموند مختلف تماما في الموسم المقبل. وهارد لك طبعا لبايرن ميونخ. على كل حال استاذ سامح، يعني بجد فقره بتبقى ممتعه معاك، وتوقعاتك دايما بتبقى صح، فيعني هسالك بقى في كام توقع كده بس طبعا بعد الحلقه. بشكرك جدا على وجودك معانا، نشكر كمان مخرجنا دكروريا لان هو اللي بينزل كل اللقطات دي، هو اللي بيجيبها وبينزلها وبيحضرها واحنا بنتكلم، فشكرا ليك يا دكتور دكروري كمان. نورت الدنيا كلها، ونشوفك على خير ان شاء الله. ميرسي، انا اللي بشكركم، وبشكر طاقم الاعداد والاخراج اللي جايب كل حاجه على الشاشه اول باول، وان شاء الله بقول للجمهور يتفائل بالنادي الاهلي، هنتقابل باذن الله بعد النهائي، هنتقابل ان شاء الله واحنا فايزين بدوري ابطال افريقيا. بشكركم. لا انهي انت بقى ولا ايه؟ يلا نشوفكم على خير ان شاء الله، وويك اند سعيد على الكل باذن الرحمن. الى اللقاء.